أعزائي الطلبة، أخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم إليكم دروسنا الإلكترونية هذه من مدرسة الأورينت الافتراضية. عسى ولعل أن تصلكم وأنتم في تمام الصحة والاستعداد لسماع والاستفادة من هذه الدروس. إن هذه الدروس عبارة عن سلسلة متكاملة لمنهاج الثانوية العلمية للمنهاج الليبي بفرعيها العلمي والأدبي. أعزائي الطلبة، إن هذه الدروس موجهة إليكم سواء كنتم طلاب نظاميون في المدارس أم طلاب أحرار في المنازل في كل مكان في بلدنا الحبيب سوريا وفي الوطن العربي وفي كافة أنحاء العالم. عسى ولعل أن تكون هذه الدروس جسرا تستطيعوا العبور من خلاله لنيل هذه الشهادة وتحقيق الدرجات العليا فيها. أنا بدوري أقدم إليكم درس الفيزياء، وكما تعلمون أن دروس الفيزياء هي بفرعيها العلمي والأدبي، وهذه المواد مقسمة إلى كتابين. الفيزياء مقسمة إلى كتاب الميكانيك وقد أنهينا فيه ثلاثة دروس، وكتاب الكهرباء ونحن اليوم بصدد الوحدة الرابعة في هذا الكتاب. قدمنا إليكم دروس من هذه الوحدة ونتابع هذه الدروس بإذن الله. درسنا اليوم جزء من المجموعة الرابعة، مجموعة الدوائر الكهربائية العملية. أخذنا في درس سابق بعض استخدامات الكهرباء، كذلك قياس الطاقة الكهربائية، ومن ثم أخطار كهرباء. أما درسنا اليوم فهو الاستخدام الآمن للكهرباء في المنازل. لأهمية هذا الدرس قد يقسم معنا إلى درسين، إذ أن استخداماته طويلة وكثيرة ويجب الانتباه إليها. ثم من بعد ذلك خريطة المفاهيم وركن التفكير، ومن ثم تمارين شاملة للوحدة بكاملها. إذن درسنا اليوم هو الاستخدام الآمن للكهرباء في المنازل. نبدأ من منبع التيار الكهربائي في المنزل. من أين تأتي الكهرباء إلى المنزل؟ طبعا من منبع للتيار الكهربائي. في المنازل توصل عبارة عن دائرة كهربائية منزلية نموذجية تمد الكهرباء البيت بكابل تحت الأرض يحتوي على سلكين، السلك المكهرب L والسلك المتعادل N. طبعا نحن في بلادنا سوريا لم يصبح الامتداد أو الأسلاك الكهربائية ضمن الأرض، وإنما في كثير من المناطق لا زالت الأسلاك الكهربائية مرفوعة على أعمدة للكهرباء. إذن الأهم في هذا هو ذكر نوعي السلكين. السلك المكهرب الأول ويرمز له بL، وهو كما سنرى هو الذي يحمل الكمون والتيار، وهو الخطر بالنسبة لحياة الإنسان. السلك المتعادل هو N الذي سنرى أن كمونه صفرا، حيث أنه يتوزع التيار يدخل من إحداهما ويخرج بالآخر بالنسبة لأي دارة كهربائية. يدخل التيار المنزل خلال سلك ويعود إلى المحطة الفرعية المحلية الكهرباء خلال السلك الآخر. والسلك المكهرب سلك خطر لأنه يحمل جهدا كهربائيا عاليا، بينما يكون السلك المتعادل ذا جهد يساوي صفر. ويتصل هذان السلكان بصندوق منصهر رئيس وعداد كهرباء، ثم بوحدة استهلاك. إن وحدة الاستهلاك هي نقطة توزيع لمنبع الكهرباء في المنزل. وحدة الاستهلاك المحتوية على مفتاح رئيسي وأربع مصهرات تؤدي إلى دوائر كهربائية
مختلفة في المنزل. هذه الدوائر هي أولا دائرة الإضاءة، توصل دائما المصابيح الكهربائية على التوازي، حيث يتلقى كل مصباح جهد الخط الرئيسي 240 فولت. هنا أعزائي الطلبة يمكن أن تتعرضوا لسؤال بالنسبة لدائرة الإضاءة، ما هو نوع الوصل فيها، هل توالي أم توازي؟ الإجابة هي التوازي. لماذا؟ ما الغاية من ذلك؟ لماذا توصل دوائر على التوازي؟ الإجابة حتى يصل كل مصباح جهد الخط الرئيسي اللي هو عبارة عن 240 فولت. هذا بالنسبة للبند الأول. أما البند الثاني أو الفائدة الثانية، إذا عطب أحد المصابيح أو نزع فلن يؤثر على المصابيح الأخرى. إذن بالإضافة لذلك، إذا عطب أي مصباح فلن تتأثر بقية المصابيح لأنها موصولة على التوازي. الدائرة الثانية في المنزل هي دائرة المسخن أو الغاطس، ونحن نقول عنه في لغتنا في سوريا السخان أو القازان. نعم. أما الاستخدام الثالث فهو دائرة الفرن الطهي، هناك أيضا برزان خاصة لفرن الطهي لأنه يستهلك كمية من الكهرباء، والمدافع الكهربائية يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء. إذن الدائرة الرئيسية الحلقية تمد هذه الدائرة جميع المقابس الجدارية في المنزل بالكهرباء، وبما أنه يمكن للتيار أن يسري إلى أي مقبس معين بطريقتين، فيمكن استخدام أسلاك أربع في الحلقة كلها، وبجانب كل سلك من الأسلاك المكهرب والمتعاد اللذان يكونان دائرة كاملة حول المنزل، ويضاف أيضا سلك أرضي أي من أجل الأمان. إذن هذه الأسلاك التي قد تشكل الدار الرئيسية أو الحلقية. هناك ما يسمى المنصهرات، فما هي المنصهرات وما الغاية وما الفائدة منها؟ توجد المنصهرات في صندوق المنصهر الرئيسي. نحن نقول عن هذه المنصهرات الفواصل، فاصل فاصل رئيسي، فاصل فرعي، وهكذا. وحدات الاستهلاك، إذا توجد المصهرات في داخل صندوق المصهر الرئيسي ووحدات الاستهلاك. المصهر عبارة عن أداة تستخدم لحماية الأجهزة، ومجموعة من الأسلاك من سريان المفرط للتيار الكهربائي. والمصهر كما نعلم أداة أمان توضع داخل أي دائرة كهربائية لحماية الأجهزة والأسلاك من أي سريان مفرط، وهو عبارة عن سلك رفيع وقصير يسخن وينصهر عندما يكون التيار المار خلاله أكبر من قيمته العيارية. كلما كان السلك سميكا كلما تطلب تيارا أكبر لصهره، والقيم العيارية المعتادة للمصهر هي 1 أمبير أو 2 أمبير أو 3 أمبير أو 10 أمبير أو 13 أمبير. أعزائي، نحن نستخدم هذه الفواصل في كثير من الدارات الكهربائية، وكذا كما ورد أن هذه الفاصلة أو الفاصمة أو المصهر تستخدم لحماية الدارة الكهربائية من التلف. فأول ما يضرب في الدارة الكهربائية إذ أنها خط الدفاع الأول هي المصهر، وسعره مقبول أو رخيص يمكن مقارنة مع سعر الجهاز الكهربائي الغالي. إذن للمصهر نوعين، الأكثر شيوعا وهما المصهر الذي لا يتغير سلكه والمصهر الذي يتغير سلكه القابل لتغيير سلكه. نحن نقول عن المصهر الذي القابل لتغيير سلكه الفيوز، والمصهر الغير قابل لتغيير سلكه يسمى العظمة، إذ أنها عبارة عن قطعة من البورسلان يوصل فيها أسلاك نحاس. إذا ضع ما يلي في الاعتبار كإجراء وقائي،
يجب أن يكون لدى المصيرات المستخدمة معايير أكبر بقليل من التيار. إذن هذا المصير لا يتغير سلكه ويسمى لدينا فيوز. كما ترون قطعتين معدنيتين، أنبوب زجاجي بداخله سلك من النحاس الرفيع. أما هذا المصير يمكن تغيير سلكه، وهي عبارة عن قطع من البورسلان أو السيراميك، توصل أسلاك تيار كهربائي سلك واحد، ولمن يريد تحمل تيار أكبر يوصل أكثر من سلك، لكن أعزائي في هذه الحالة سيكون خطرا، إذ أن هناك تماس في الدار أو في المنزل لا يفصل في الأمر السهل، إذا قد يسبب حرائق وقد يؤدي بخطر إنسان. يوضع فيه سلك، قد يكون هذا السلك غليظا نوعا ما، لكن إلى حد ما، إذ أنه يقطع التيار أثناء أي تماس أي كمطاك في المنزل ينقطع السلك ويحمي الباقي الدارة أو التيار من الانقطاع. إذن الذي يجب أن يكون لدى المصيرات المستخدمة معايير أكبر بقليل من التيار الذي سيسحبه الجهاز الكهربائي تحت الشروط العادية. فعلى سبيل المثال مثلا، اختر مصهر 5 أمبير لدارة إضاءة، وبما أن كل مصباح يستهلك 0.4 أمبير، إذن يمكن أن نضع 10 مصابيح بأمان دون أن يضرب أو يفصل دارة الإضاءة. لنرى، إذن يكون كل مصباح يكون صغيرا جدا، حوالي 0.4 أمبير لكل مصباح 100 واط، حتى أنه يمكن استخدام 10 مصابيح بأمان، لأن التيار كل الذي تسحبه هو فقط 4 أمبير. يجب توصيل المصيرات بالسلك المكهرب حتى لا يتعرض الجهاز للتلف. هذه الملاحظة هامة جدا، وهنا قد يكون سؤال في الامتحان، أين يوصل المنصهر؟ الإجابة في السلك المكهرب، ولا يجوز وصله بالسلك الآخر حتى لا يتعرض الجهاز للتلف. بعد انصهار المنصهر لا يتعرض الجهاز كما قلنا للتلف. جيم، قبل تغيير أي منصهر افصل منبع الكهرباء. إذن حتى هذا التنبيه، حتى تعمل بأمان ويكون إجراءك وقائي، حتى تريد أن تغير أي جزء في الدارة فافصل منبع التيار الكهربائي وتعامل مع الكهرباء بحذر. هنا الدارات التي تحدثنا عنها سابقا كيف نوصلها، ابتداء من منبع التيار الموجود خارج المنزل الموجود لدينا على الأعمدة الكهربائية وفي ليبيا تحت الأرض، سلكين، السلك الحي L وهو الخطر، والسلك المتعادل وهو N. عادة السلك الحي L يلون باللون الأحمر، والسلك المتعادل N يلون باللون الأزرق، ومن ثم منصهر رئيسي وصندوق الرئيسي للمنصهر، حماية للصندوق الرئيسي المنصهر. ثم العداد الكهربائي الذي تؤخذ من خلاله التأشيرة ويحاسب على الفاتورة بالكيلو واط الساعي، أيضا موصول بالسلكين N و L. من ثم لدينا وحدة الاستهلاك الكلية للمنزل عبارة عن عدة منصهرات، كل منهما لحماية جزء من الدارة. هذا المفتاح الرئيسي. هنا أعزائي أربعة منصهرات موصولة على الأسلاك، لنرى كل منها موصولة في دارة. فمثلا دائرة الإضاءة موصولة بالدارة الأولى، حيث هناك عدة مصابيح موصولة، وأعظم قيمة أمبير هي 5 أمبير، لأنها قد تحمل كما سبق وذكرنا 10 مصابيح. أما الدارة الثانية فهي دارة السخان أو القازان، أيضا موصول بسلكين N و L، وهذه الدارة تأخذ 15 أمبير. أما دائرة فرن الطهي فهي قد تستخدم 20
أمبير أو 30 أمبير لأنه يستهلك تيار كبير. وأيضا الدارة الأخرى الدارة الحلقية الرئيسية، وهذه دارة القابس في المنهاج في اللغة الليبية، قابس في منهاجنا السوري بريز. بريز إذ أن هذه البرزان قد تؤخذ منها طاقات عالية، فهذه هي الحلقة الدار الرئيسية الحلقية، حلقة البرزان. فنجد أنها توصل بمنصهر، هذا رمز المنصهر، وهنا أيضا توضع على الأرض أو تؤرض، هذا رمز للأرض. هذه شكل جديد لحلقة البقابس أو القدرة. هذه تقريبا شكل لدارة كهربائية في منزل، مؤلفة من دارة إضاءة، دارة السخان والغاطس، دارة فرن الطهي، والدارة الحلقية. أخيرا في هذا الدرس نحل مثال محلول أو نشرح مثال محلول. في هذا المثال سخان مياه مسجل عليه أي استطاعته أو قدرته 2880 واط، وفرق الكمون بين طرفيه 240 فولت. المطلوب احسب شدة التيار، تيار تشغيل، واقترح معايرة مناسبة لمنصهر يتم استخدامه لحماية السخان من التحميل المفرط. إذن الحل والمعطيات هي P و V. P عبارة عن 2800 واط قدرة السخان، والجهد الكهربائي أو فرق الكمون هو V تساوي 240 فولت. لنفترض أن التيار التشغيل هو I، فباستخدام B تساوي I بV. I تساوي B على V، 2800 على 240 عبارة عن 12 أمبير. 12 أمبير هذا شد التيار الذي سيمر على السخان. إذا نضع منصهر للسخان يتحمل 13 أمبير. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، وهو الدرس 25 في كتاب الكهرباء. نشكر إليكم حسن استماعكم، ونلقاكم إن شاء الله في دروس قادمة أكثر فائدة وأكثر أهمية، وأنتم بأحسن حال واستعداد لسماع والاستفادة من هذه الدروس. ونشكر إليكم حسن استماعكم، ونلقاكم إن شاء الله بخير وبصحة دائمة، وإلى اللقاء.